السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت من محبي البطل المصري محمد صلاح فاضغط لنا لايك لنعلم عدد محبي ومشجعي اللاعب المصري محمد صلاح. معتما رقم جيرارد، صلاح هدافا تاريخيا لليفربول في دوري أبطال أوروبا. صلاح يصنع التاريخ في ليفربول. أصبح النجم المصري محمد صلاح هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول في دوري أبطال أوروبا، ليواصل كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية. وسجل محمد صلاح هدفا ليفربول الأول في مباراة اليوم للريدز أمام ميتلاند الدنماركي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لدوري الأبطال. صلاح سجل الهدف الأول لصالح ليفربول بعد مرور 55 ثانية فقط من زمن شوط المباراة الأول ليكتب اسمه على أسرع هدف في تاريخ النادي في دوري الأبطال. ولكن هذا لم يكن الرقم القياسي الأهم الذي يحققه صلاح بهذا الهدف، حيث فض الشراكة مع أسطورة النادي ستيفن جيرارد كهدف تاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا. الهدف الذي سجله اليوم كان رقم 22 للنجم المصري في دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول، بينما سجل ستيفن جيرارد 21 هدفا فقط في أعرق المسابقات الأوروبية. الفرعون المصري سجل هذا العدد من الأهداف في ثلاث مواسم وجزء صغير من الموسم الرابع الذي يلعبه في الوقت الحالي، حيث انضم إلى ليفربول صيف عام 17. يذكر أن محمد صلاح قد حجز مكانه في قائمة هداف العقد بالنسبة لليفربول خلال ثلاث مواسم فقط لعبها بقميص الفريق، حصل فيها على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة في الموسم المنصرم،